وعود ترنيمي وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمي وعود لإله الجود بطلب ملك المسيح على حياة يسوع من فيض القلب عرفان وحب ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمي وعود، وترنيمتنا لليوم هي مزمور، المزمور رقم 100، مزمور حمد وشكر وتسبيح. وزي ما بقول كل مرة رنموا للرب ترنيمة جديدة، مزمور يمكن ترنيمة قديمة جدا، لكن تعالوا اليوم بلحن جديد نحاول لحن بسيط، وبشجعكم تعملوا هيك. وزي ما بقول كل مرة مش شرط اللحن اللي انت بتعمله وانت بتعمله يكون لحن يعني واو ماستر بيس، لكن الرب صالح ومستحق نجرب. هو رح يعطيك منه لحن. الرب بعت لحن بسيط عشان نصلي فيها المزمور وننشده مع بعض. تعالوا نتعلمه ونرنم مع بعض ونهتف مع كل الأرض للرب القدوس. اهتفي 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 لربي يا كل الأرض اعبدوا 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 الرب بفرح. اهتفي 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 لربي يا كل الأرض اعبدوا 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 الرب بفرح وادخلوا إلى حضرته بترنم اعلموا أن الرب هو الله. ادخلوا إلى حضرته بترنم اعلموا أن الرب هو الله. هو صنعنا وله نحن هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى شعبه وغنم مرعى. هو صنعنا هو صنعنا وله نحن هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم ورعى شعبه وغنم ورعى. دياره بالحمد دياره بالتسبيح أبوابه ادخلوا أبوابه بالحمد دياره بالتسبيح كمان ادخلوا أبوابه بحمد دياره بالتسبيح احمدوه باركوا اسمه احمدوه باركوا اسمه لأن الرب صالح صالح إلى الأبد رحمته رحمته. قول معي أن الرب صالح صالح
إلى الأبد رحمته رحمته، وإلى دور فدور أمانته، إلى دور فدور أمانته. ترنيمة وعود وزي ما لاحظتوا الترنيمة مكتوبة على مقام العجم الفا أو F major. كل النوتات ناتشرال ما عدا السي بمول أو البي فلات. زي ما بقول دائما أنا اخترت العجم لألحن عليها المزمور، وأخذت المزمور كلمة في كلمة، يعني ما غيرتش كتابة المزمور لأعمله بقافية معينة. كل هاي أساليب ممكن تستعملها في 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 تلحينك للمزامير. المزامير صلوات جميلة كتبت من رجال الله من زمان اللي مروا بتجارب بنتعلم منها كتير، وفي كل آخر المزامير منشوف عظمة الله وإيده في حياتهم. حلو إنك تقرأ المزامير وتتعلم منها، لكن الأحلى إنك تكتب أنت مزمورك الخاص. اكتب مزمورك اليوم للرب، اكتب اللي بتمر فيه، وكون صادق مع نفسك وشوف أين هو في الحدث. يمكن بتشوف المزامير بتبتدي بتذمر أو بيا رب، الأخبار، الأحداث، بلدي، بيتي، أولادي، لكن هذا الواقع المنظور المحدود. لكن أنا كمسيحي مختبر أعرف إنه الله المتسلط في مملكته على كل شيء هو الوحيد الذي لا شريك له في الملك، ماسك كل الأمور. بشوفه في الأحداث، حدثي الصعب بشوف فيه رجاء في الله الذي أؤمن به، مرضي بشوف فيه شفاء، تعبي بشوف فيه هو الراحة، حزني على شخص غالي فقدته بشوف هو التعويض. بصلي دائما إنه الرب يكون في حياتكم في هالطريقة، وأنت بتكتب مزاميرك وترتيلك وألحانك للرب، وتشجع وتشجع إنك تكتب وتلحن. أنا زي ما بتعرفوا لا أدعي إنه أنا ملحن عظيم أو كاتب عظيم، لكن صدقوني بحاول أتعلم كل يوم شيء، وأنا يمكن ما مشيتش الخطوة الأولى، ويمكن برنامجي ما بيعلم كتير فنيا زي ما بيعطيك تشجيع، بس إنك تجرب زي ما أنا بجرب. رح تسمع أشياء بعملها وتقول واو شي حلو، يعني نشكر رب اللي بعته، ورح تسمع أشياء يمكن نص على نص تقول يعني محتاجة تغيير، يمكن أنا قريت الموضوع غلط اللي أجاني من الله الرسالة، ويمكن تسمع وما يعجبك بالمرة لكن تقول لا أنا سمعت الترنيمة اللي عملها ما عجبتنيش بالمرة، لكن اليوم تحدي مع نفسي إن يا رب أخدمك وأعبدك في ترنيمة أجمل منها. وأنا صدقوني عندي غيرة مقدسة من كل شخص، وكل مرنم أو عازف أو ملحن بيعمل شيء حلو بحاول أعمل زيه، خاصة وإحنا في مجد، في دائرة مجد المسيح، دائرة في مجد الله له كل المجد. بتحاول تطوع كل شيء بتسمعه، لحن كلاسيكي جميل تعالوا خد أفكار منه وضعها في ترنيمة، سمعت وعظة حلوة، سمعت كلمة حلوة في وعظة الرب كلمك فيها، تعالوا حطها بترنيمة بسيطة، خليها معك بالأول ترنيمتك، بعدين شارك فيها شعب الرب وأعبد وصلي معهم زي ما عملنا في اهتفي للرب يا كل الأرض. بصلي تكون دايما حياتكم وحياتي معكم هتاف وتسبيح وترنيم، إنشاد عبادي وسجود له الله العظيم اللي تعبده كل الأرض. وانت لما بتسبح وبتعبد تتحد مع هالخليقة ومع الكائنات ومع الأرض في تسبيح هذا الإله العظيم. صلي تكون حياتنا دائما مليئة بالتسبيح ودائما مليئة بحضوره في كل لحظة من لحظات حياتنا، يكون هو السائد هو المهيمن، وأتصرف كما لو كان موجود مسبحا مرنما ممجدا هذا الإله العظيم. اللي بترككم في رعايته وبنسمع تقسيمة عود على نفس المقام على عجم الفا، بصلي دائما يكون معكم ويدوم فيكم سلام المسيح.